حدا بيعرف نياتي أصحاب تلاتي أصحاب تلاتي أصحاب تلاتي شو مهضومية بس مشانية سوا سوا عايشين أصحاب تلاتي بيتسلوا ما بيملوا جوّن يا حياتي أصحاب تلاتي سيدي أنا كتير منظمة معودة حافظ على بيتي هيك معلمة لكن شو بينفع إذا ما حدا بيقدر قلبي وعقلتي أصحاب تلاتي أصحاب تلاتي أصحاب تلاتي شو مهضومية بس مشانية سوا سوا عايشين أصحاب تلاتي بيتسلوا ما بيملوا جوّن يا حياتي خلاص أصحاب تلاتي أنا صار عمري 14 سنة ومش ضروري تعرفي كل شيء. بتعرفي شو؟ يا ريت البابا بقي. أنت يا اللي رحت. 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 نجيب بيبي صغير خي لإلكم مهضوم ليش ما بحب لك؟ لا حبيبتي هلا لا بس شو رأيكم بالفكرة؟ هيك بيبي مهضوم تغنجوه وتلعبوه وتلعبوا انتو وياه وتضحكوه ويضحككم بنت صغيرة؟ بس فينا نلعب لها بشعراتها؟ بنت أو صبي مثل ما الله بيريد شو قولكم؟ يس 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 بليز عمر شو هالمنظر هيدا ريما بك شي لا ولا شيء بس تعبانه شوي لاحظت بس برافو عم تعملي سبور فشي خلقي ايه 100% طيب انا بدي اطلع اتحمم وغير ثيابي وبعد بدي اطبخ لبكره باي ريما في شيء لانه مبين في شيء لا ما في شيء بس عم بقول لك تعبانه شوي بس هيك ايه شو بده يكون في يلا منحكي أنا تعبانة تعبانة من كل شيء
هيك سمر مش مضطرية تروحي معنا على المطار لنوصلهم. انت بكره عندك شغل واليوم كان نهارك طويل. لا ولا ما عليه، مرتاحة. بعدين كلنا كم ساعة ونمشي. مثل ما بدك. على أساس زعلان أنت إنه أنا باقي عندك، إيه؟ ليه تعصبت بالسفرة؟ كيف يعني؟ إنه اشتريت لي التيكت و إنه شو المناسبة؟ ما في مناسبة معينة. بس حبيت إنه نقضي وقت حلو سوا ورومانسي. بالوقت نفسه مغامرة. بعرفك بتحبيهم. إيه بس إنه سفرة وعلى البلد البدية؟ لا مش معودة إنه الناس تهديكي أشياء؟ الناس اللي بتحبك. بلا أكيد. نو ذهب وتياب. إيه أكيد أقل شيء. ليكي سمر منك مضطرة. أنا بعرف إنه ما صار لنا فترة طويلة عم نضل سوا، بس نحنا اثنيننا ناضجين وبنعرف شو بدنا. إذا كنتي حاسة حالك منك مستعدة لهالخطوة فينا نأجلها وفينا نلغيها كمان. لا 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 بحكي جد. لا لا شو نلغيها؟ لا السفرة حلوة يعني بتكون، بس إنه أنا بس هيك عم فكر إنه موتة عمو سامي، عرفت كيف هلأ بهالوقت وشغلي، إنه ما بعرف كيف رح يكون وقتي للصراحة. إذا هيك هيني إنه واحد بصير له هيك سفرة، والشي الوحيد اللي بيقتل همه هو الشغل. تعرف؟ تعرف شو المشكلة؟ شو؟ ما بعرف إذا بستاهل هالشي كله. سمر كلها سفرة. ما عم بحكي على السفرة غسان، في شي لازم خبرك إيه. ديما ما فيك تضلك تعملي بحالك هيك، بتكوني قوية. لو بيو بعده عايش ما كان صار شي من كل هالقصص. كيف فيك تعرفي؟ كيف فيك تعرفي؟ كلنا مرقنا بهيك قصص. حفظتها هيك انه عم يبني شخصيته، بس على اساس شو؟ انه انا كل الوقت بالشغل يعني انجا عم شوف وما عم شوفه مثل الخلق ولا حتى عم بحكي، يعني ما بعرف هو لا كيف عم بفكر ولا شو عم يعمل. طيب بس هيدا كله بيتزبط، والحل مش انك تقعدي تبكي وتلومي حالك بهالطريقه. انت ناسيه انك انت لعبتي دور الام والبي والخي والاخت لابنك؟ ناسيه هيك؟ اللي عملتي إنجاز مع ابنك، تركتي حياتك وتركتي طموحك كمال عائلتك، ناسي هيك؟ ابنك هلأ صار عمره 14 سنة، يعني حاسس بده يواجه الدنيا كلها وبده يكون هو مسؤول عن حاله وحقه. كلنا مرقنا فيها هالفترة. أتهم مش عم يسمع مني ولا عم يقتنع مني ولا شيء. لأنك ضعيفة، لأنك أنت محسستي أنك مرة ضعيفة. بدك تكوني قوية، كوني أم قوية، بعدين بدك تقربي منه، جربي تقربي منه، شو رح تخسري؟ حسسيه انك انت حده، حسسيه انه هو رجال البيت، اعطيه شوية مسؤولية، حسسيه بمسؤولية، تقربي منه. جربت كتير كون قريبة منه. جربي بعد، تقربي منه، حسسيه انك رفيقته. شو بك؟ انه ما بك شي مع الولاد، انا صار لي ام 14 سنة ويا دوب يعني. اسألي أمي كيف كنا بالبيت نحن الشباب. الشباب؟ ليش في غيرك أنت وأختك بالبيت؟ إنه أنا وأختي يعني. طيب خلينا نمشي، بلكي بتحرق هالخمسمائة لوح شوكولا اللي أكلتيهم. عندك فستان بدك تساعي فيه بكرة. بكرة؟ ليش؟ آه إيه الجاليري بكرة. بعدين شو قصدك فستان يعني؟ إنه ما يكون مش عاجبك جسمي. مش قادر احنك بقى خلص. انت عساعدني. ساعدك.
وهلا شو؟ عاد في شيء انت وياه؟ لا شو هالحكي؟ اكيد لا. ما انا لما صارت علاقتي جديه معك دغري قطعت له اياها دغري. وشو كانت رده فعله لجهاد لما تركتيه؟ هو للصراحه انه اهله ما كانوا راضيين عن علاقتنا، مع انه ما في شيء رسمي يعني، بس اساسا انا وياه كنا كثير نتخانق، عرفت كيف؟ بس هو ما كان يحل عني، لحتى قلت له هونيك نهار انه انا في رجال تاني بحياتي بهمني كثير امره. ساعتها تقبل الفكره والله كثير منيح. سمر انت مقتنعه؟ مقتنعه بعلاقتنا؟ انا معك هون وبوين فينال. هلا هيك فلمته للزلمه؟ انه يعني هيك هو بكل هالبساطه تقبل الموضوع؟ ايه هلا انا اكيد خبرته الخبريه مبهره وملحه وفيها شويه حر وقرنفل وبهار يعني بتعرفي كيف، بس انه هو قال لي انه مالي انا ما بيهمني ماضيكي، عرفتي كيف؟ واهم شيء انه انت مأكده شو بدك. عن جد سمر؟ هلا انت مأكده من كل شيء كل شيء؟ ايه لا ما بعرف، المهم انه ما بعرف شو صار لي امبارح. ما انا هيدا يلي بدي احكيكي فيه، انه حسيتك انه تعلقت فيه وبعيلته، انه هيك فجاه ضميرك وعي بيب وصرتي انه عطلاني اهم شو بده يصير. نو ضمير؟ اكيد لا، بس هلا انه انت حسيت بالذنب مثلا؟ لا ما حسيت بالذنب، شو اول مره؟ في شيء بشخصيته مش عاجبني. ما فهمت. ما بيقدر يكون منيح هالقد؟ إنه في رجال معقول يكون منيح هالقد؟ إنه في حدا بالكون بيكون كول وكل شيء تمام ومتقبل كل شيء؟ شو خاص؟ إنه أنت هيدا الشيء اللي زعجك يعني؟ بتصدق إذا قلت لك إيه؟ إيه والله، يعني بصدق إنه أنت الوحيدة يلي ممكن تصدق إذا هيك عم تقولي لي. ألو؟ بيوتي سالون، أهلا وسهلا. إيه ميرسي، تعيشي، الله يرحم كل الموتى. نعم أنا بكرة نازل أنا والمحامي تبع بيك لنستلم الأوراق اللازمة وناخذهم معنا. أنا صار لازم أنزل على الشركة. الشركة؟ شركة بيك قصدك؟ شركتك يعني، بس انه انا برايي انه طول بالك شوي، على القليل لنجيب الاوراق انا والمحامي ونشوف شو لازم نهتم بالمواضيع كلها قبل ما تروحوا، بس هيك يعني. بس انا ماني مضطر انطر حدا. هلا مهم خبرني شو عملنا. سبق وقلت لك رح اروح انا والمحامي لنحصل على الاوراق الرسميه الخاصه فيك كوريث شرعي، ونطلع على كل الأملاك ونباشر دغري بعملية حصر الإرث. حكيكم رامي؟ لا حديثنا كله عم بيكون مع المحامي. إيه لازم نحكي معه، واجبات، وأصلاً بيي كان كتير قريب منه، يعني إذا بده يكون في شغل بينه وبينه لازم نحكي بكم شغلة. هذا الموضوع بيعود لك، هيدا قرارك، بس تأكد لي كرمال هيدي الورقة اللي خسرتنا شو وضعها هلا؟ هيدي الورقة ما فينا نعمل فيها شيء. هيدي الورقة قانونية 100%. يعني ممضي عليها من الطرفين برضاهم. نسيها. كلها؟ بيي كان عنده هيدا سيستم الحماية. على كل حال بس تجيب الأوراق تأكد لي منها. بليز. دخلكم ما في زبونات اليوم؟ بيكونوا مفكريننا مسكرين او حادين. والله؟ في منهم لغيوا مواعيدهم كمان. ليه بقى؟ مدام نجوى وعندك
واثنين من اصحابها. ايه بالناقص، يعني شو مفكره يعني هي وصاحبتها؟ انه ماسكه واجب مقاطع الصالون يعني من وراء انه انا عم بظهر مع ابنها؟ هيك شكله. هلا هي سائلي الفكره شوي. لا نو لا، بعدين انا مني زعلانه ابدا انه قاعده مرتاحه ومادي اجر فوق اجر. 60 سنة ما تجي. شو بدك تلبسي انت لليله؟ انه اخر همي شو بدي البس، عندي كثير فساتين، بس انا عم فكر شو بدي احكي لقدهم. لك لك هيدي يا عمي، انت ليه ما بترنيش كفي لزق على خلقته؟ لك شو هيدا؟ انه معقولي يعني هيك ضعيفه قدامه دايما؟ لك انا لما كنت بعمره خالتي كانت تلزقني كل كف ورا الثاني، ولكن كنت غلطانه وين ما كنت غلطانه. ايه يمكن من هيك طلع عنيفي انا. انه بدي كاني اضرب ابني؟ ما راح اضربه. انا مره شبقته كف، حسيت روحي طلعت من محلها، ولكي وين صرنا؟ بدل ما تزبط الامور. يا حبيبتي انت ضعيفه قدامه، ضعيفه قدام ابنك، منك قويه، لازم تكوني انت قويه عليه. شو خص ضعيفه هلا؟ انا بدي ادهم يكون حر بتصرفاته، بدي اياه يوثق فيي ويكون قريبه منه. انا بقول تحكي مع بيو. ايه تحكي عن بيو. نطق بدري. خلص سمر روقي كملي، احكي عن بيو. هو بالنهايه اكيد عم بيقارن بيناتكم انتو اثنين، وصعب عليه. تاني شيء اكيد هو مشتاق له، يعني مش شاين عليه انه يكون عايش ببيت مع نسوان بلا بي. بالنهايه هو بحس حاله انه مسؤول، بده يكون هو رجال البيت، يعني غير عن العالم شو بتحكي كل وقت، شو بتشحش له بدينه، وانه انت لازم تكون الرجال، انت لازم تكون مسؤول عن امك، لازم تكون مسؤول عن ستك، لازم تكون انت الرجال. يعني كل شيء كل شيء كل شيء عم يعمله بحياته هو نوع من تحدي. بتعرفي مزبوط، يعني هو عم يكبر وعم يطلع برا مع اولاد اكبر من عمره، تحدي. وانت من وين جايبه كل هالحكي يا فرويد عصرك؟ بقرا. ما انا بقرا، بقرا كتب يعني. بعدين ما تنسوا انه انا تجوزت انا ونديم، كان عنده صبي، بعدين مش هينه انه حد يربي اولاد. منا عاطله ابدا الفكره. جانا انا حكيت غسان بموضوعي. ميرسي بس مش ضروري. شو بك جانا؟ ما فيك تضلك هيك. أنا لأيمتى بدك تضلك تخبي وساكتة؟ بليز ما بدي أحكي بالموضوع، بليز. جانا لازم نخبي الغسان بالتفصيل كل شيء، يمكن يساعدنا. بليز بنات بليز، ما بقى تضغطوا علي. أنا مش عارفة كيف عم يمشي الحال، وبعدين كريم بعد وعم هاجري بقلتها أنا مع الأولاد وبشغلي. خلص بليز. سمر أنت بعد ما خبرتيها؟ خبرني شو؟ ما صار لي وقت، وبعدين القصة ما صار لي يومين. هيا خبريه. كريم اجى لعندي. طب يا امي، حضرت لك صينية معكروني غير شكل 10 دقائق وبتخلص. لا لا معلي امي، هول عملتهم تنطفاف، هلا بحطهم بالميكروويف على السريع بكلهم، بقى بدي اروح على الجاليري، ارجع اجي اتحمم، اجي اروح على السهرة. ايه بس انا الاكل المسخن بهيدا المضروب ما بحبه، بيعمل امراض ومنه منيح. أمي كل عمري اكل فيه لهيدا المضروب، لو بدي يصير لي شيء كان صار لي من زمان. ما بتعرف، يمكن بيأثر لبعدين. بعدين دخلة، أنت من إمتى بتحبها لهالأكلة؟ أمي عملتها مرة طنط عفاف، طيبة، تعملها طيبة، حبيتها وحسبت حسابي بصحن، شو المشكلة يعني؟ آه والله، بس أنا ما رح خليك تاكلها، لأنه صار لي من الصبح عم حضر لك صينية المعكروني، مش لحتى تكبها ولا ترجع تسخنها بهيدا المضروب. عفي شو؟ بطل بدي اكل، منيح؟ شو فارقة معك إذا أكلتهم سخنين ولا مسقعين للأكلات؟ على حد ما رايح شيل الكب، خلي لك إياهم، صدقنا. بوب؟ طب خليك تاخذ شوية معكروني معك. باي أمي باي. سوري جنى، بس ما كان فيي يقول غير هيك، انه بركي نديم عم يراقبك، بركي مفكر يعمل لك شيء، شو بيعرفني؟ كريم منه قابض الخبريه بالمره، ايه منه مصدق ومصر بده يحكي معك، قلت انا اذا بقول له انه بتحبيه او انه ليش وكيف باقي مع نديم يمكن يعمل لك فضيحه. معك حق معك حق. جنى
جنى حبيبتي فيك تخبرينا لقلنا كل شيء؟ انه قدي بدك ضلك تخبي؟ طب ما حكي هيك بترتاحي وبتفشي خلقك نو؟ انا اخذت بنصيحتك وحكيت الدكتورة وقلت لها انه بدي اشوفها اليوم، بس هي مش قادرة بكره. خي كثير منيح، حكيها حكيها اذا مش قادرة تخبرينا لقلنا. مش هيك الخبرية؟ ولك بعرف بعرف، بس هي بتساعدك. جنى بدك للصراحة انه انا وسمر ما بدنا اياكي ترجعي تضعفي وترجعي للديبرسيون مثل قبل، ما بدنا اياكي تاخدي ادوية وحبوب. اكيد لا اكيد لا، بحبك كثير. هاي، بدي احكي انا وياك بخصوص موضوع امبارح. ريما بشرفك، شايفتيني ما عم بحكي مع حدا وما عم بتعاطى مع حدا، وما بدنا نرجع نحكي نفس الشيء. عم بعمل مثل ما بدك. لا حافظ على بيتي هيك معلم، لكن شو بينفع اذا ما حدا بيقدر قلبي وعقليتي؟ اصحاب ثلاثه اصحاب ثلاثه.